طيب سيدي، العلماء نند كل الصلوات تعوضت ما عدا صلاة واحدة يدرش الصليتين، تصليت المغرب سبحان الله. نخشى ديك سبارتور باش نزرع باش نسوي ست ثمانة، صليت المغرب خاطئ خاطر ما إلا كاين زلة صلاة المغرب وحدي، فصلاة المغرب وتر تسعة ثلاث ركعات سنتي مزورة الخم تحية تنكر دم في ثلاثة. لو كان ذي عوذة أظل غفير الإمام أما يونا مطاس ثغال صلاة شفع ثغال ستة ثلاثة في مزورة ثلاثة ثياب في نقورة وغالت ستة ترواي ترواسيس صافي نو يكثي زلة أما ذي الصبح أما ذي الطهور أما ذي العصر أما ذي العشاء في كذاكي سيض الحق ما زلطة توحدك ثفيض صلاة الجماعة اكشم يدسن أتصد يدسن تنال الأجر أجر الجماعة. ما صلاة المغرب لكسيبسيون فصلاة المغرب خاطئ خطر الصلاة الثانية قال العلماء تعتبر لك نفلا بأجر كبير بأجر الجماعة أمكن ذي النافلة ولكن استأجر الجماعة ما يلا زور ذا المغرب وحدك تغريد لوكازيون نتاع الجماعة أتر وضا تساعد ذي المغرب فغالا ما كنت الشفع هي ويتر هي ثلاثية ثلاثة صلاة ويترية ثلاثة ركعتي تسعة مثلا ثلاثة وغانت ستة فبالتالي لا المغرب خاطر زور وحدك تربح يكفي زور الجماعة يكفي خلاص. رابعا نقطة الرابعة إذا أقيم صلاة الجماعة أكاد قيم صلاة الجماعة اسمع قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هل ترى يجوز بشويض ويد يوسان أوروطار مثلا نشمد غل جامع الشيخ يكر غل المؤذن يكر إذا قد قامت الصلاة قامت يعني خدم إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله خدم إقامة الصلاة نكوني مثلا زولارة بصاد يوم نتوني زولارة طهور نغولي زولارة العصر نغولي ديك الشمال العيشة نغولي زولارة المغرب هذا نفكر مثال المغرب العيشة مادا مقراضيس نكير باش نزلصات العيشة نسلا الإقامة إقامة الصلاة يسديون إكش بديث البور ذيهين هذه يخبر حسابة سينيتيا هذا روح أزال المغرب سيمي الشيخة هذه فيثة الظالي تنكيني تدحوصة هكا خط لا يجوز بحواص ديثاكي ديت جماعة شحال مرة تيزي وزكي يعني كي لي جوري كيني كيني رابيد ديناميك تم تم تداوي رابيد سيمي الشيخ غادي يسقماك الصفوف اسيني استاو استقيموا قرز ديما نوال ثاني سر ثاني وكذا شيني حصرة تداوي غاك ماشي كان يوث ونسعى نسرتو الدين الرطار ديال بالك طهور المغرب العيشة صغار طهور العصر المغرب تيزي زولارا اشيني نورمال ما ثروية كون لحقا واحد ركعتين تنقولها صافي دير توجور بيغلاجر تاع الجماعة لي كالكولاكي فطلن الور